حنا كنعيشوا في واحد لونطوراج اللي فيه بزاف ديال العنف، وحنا كنلاحظوا انواع ديال العنف كثيره، ولا الانسان يعني ان فوا كتوقع له شي مشكل كيلجأ للعنف، ما يمكنش انه يفكر يحاول انه يرتب الامور ديالو بشكل صحيح، انه يحاول انه يحل الامور ديالو بلا ما يلجأ للطريقه ديال العنف والتخريب بحال كيف كان في الفيديو، يعني انواع ديال التخريب ديال الممتلكات، يعني هذاك امر سيء بالنسبه للطالب في مستوى عالي، يعني تعليمه عالي، انه يلجأ لديك الطريقه من العنف والتخريب. هذا سلوك اللي نورمالمون ما خصوش يكون في طالب، اللي نورمالمون خصو يكون هو ليكزامبل للطلبه الاخرين، و ماشي حل لحقاش. الا جيتي تشوفي المخلفات ديال هادشي اللي وقع، المشكل اللي علاش هما داروا داكشي كامل ما غاديش يتحل، بالعكس غادي غير يزيد يكبر. اي دونك الصراحه ما كانش خاصو يكون، كان خاص يشوف طرق اخرى باش يحلوا المشكل ويوصلوا لداكشي اللي هما باغيين. فعلا انا ضد هاد الشغب اللي وقع، لانه ماشي من حق الطالب انه يقوم بالتعدي على الكليه ولا يهرس الممتلكات اللي ماشي ديالو، داكشي ديال الدوله ما عندهمش الحق يقربوا ليه. ثانيا اذا كان عندهم شي مشكل من الافضل انهم مثلا يقوموا باضراب ولا يلتجئوا للحوار، بدل انهم يخربوا شي حاجه ديال المؤسسه، اللي اصلا المؤسسه ما دارت لهم حتى شي حاجه، وما خصهم يهضروا مع الناس ديال المؤسسه، ماشي تخرب المؤسسه. فعلا سلوك لا اخلاقي. بارابور داك الشيء اللي طرا في كليه الادب ديال مارتيل، ما سوي با داكو هذاك الشيء اللي طرا، وي تقدر تكون هذيك مانيير بور باسي ميساج، مي سي با لا بون مانيير، انك باش تخدم واحد الجامعه اللي تقدر تبني دي دي كادر للمستقبل، تبني دي بيرسون كي فون اللي غادي يطلعوا بالمستوى ديال البلاد، سي با لا بون موان بور باسي ان ميساج. جو بونس كيل فو كيفاش نقولها، خاص اعاده ديال التكوين ديال حتى لي ستوديون براسهم، كومون سيكسبريمي، و سوي با داكور افيك داكشي. كانت مجموعة من الأفعال اللي قاموا بها بعض الطلبة في كلية مارتيل، اللي حاولوا ربما يوصلوا بها واحد الرسالة، لكن الطريقة اللي استعملوا طريقة غير صحيحة منبودة، فهما اختاروا أنه رأوا في تخريب ممتلكات الدولة الوسيلة الوحيدة للتعبير عن غضبهم بالمرة، ليس حل. فهذه الأفعال غير مقبولة ولن تكون حلا نهائيا.